أول دروس الفصل الثاني من منهج معالجة النصوص، اللي هو إنشاء المستندات. أول درس اللي أنا في الفصل ده هو إدخال النصوص. هنتعرف في الدرس ده إن شاء الله على طرق عرض المستندات، كيف أعرض المستند بتاعي في الوورد، وإدخال نص عادي جدا إلى مستند، وأخيرا إدراج الرموز الخاصة. بسم الله نبدأ. مستندات الوورد بتعرض بطريقة افتراضية، بحيث انه تظهر قدامك في الشاشة الصفحة كما لو كان تطبع. يعني الشكل الصفحة في الشاشة هو نفس الشكل بتاع شنو، بتاع الطباعة، لكن احنا عندنا طرق مختلفة لعرض المستندات في الشاشة بتاعتي. الطرق دي بنلقاها في فيو او في عرض. هو مشان فيو او عرض نلقى حاجة هنا اسمها فيوز او طرق العرض. العرض الحالي ان احنا شغال عندنا ده هو اسمه برينت لاي اوت او عرض الطباعه، اللي هو ده العرض الافتراضي، طريقه العرض الافتراضيه للمستند. عندنا حاجه اسمها الريد مود. اول ما اختار ريد مود او وضع القراءه، ده بيسمح لي او بيعرض لي الشاشه بحيث انه بيعرض لي المستند، بحيث انه انا اقدر شنو، اقدر اقراه بشكل مريح. يعني العرض ده ينفع للقرايه ولا ينفع لشنو، للتعديل. انا ما اقدر اعدل المستند وين في طريقه العرض دي، لكن هو بيسهل علي عمليه عرض شنو، عمليه عرض البيانات او النصوص الموجوده داخل شنو، داخل المستند. بعد ما نقلب على عرض القراءه فقط، لو عاوز اطلع منه بجي لفيو وبختار edit document. اول ما اختار edit document بترجعني تاني لشنو، لطريقه العرض العاديه. تاني انا بختار read mode، والريد مود قلنا هو عبارة عن طريقة بتسمح لي بقراءة المستند بشكل أسهل مما لو كان على شنو، على الوضع الطبيعي. بفتحه بالطريقة دي وبقفله أو بطلع منه عن طريق فيو. من فيو بختار شنو، Edit Document. بعد ده بيسمح لي إن أنا أعدل المستند وبيفتحه لي في وضعية عرض الطباعة. الطريقة الثانية هي اسمها Web Layout أو طريقة عرض الويب أو تخطيط شنو، تخطيط الويب. تخطيط الويب بيعرض لي المستند كما لو كان صفحة انترنت، يعني بيشيل الفواصل اللي بين الصفحات وبيعرض لي كله كبودي واحد او كحاجة واحدة، كما لو انا فاتح المستند ده في شنو، في متصفح على الانترنت. ده عشان كده سموه شنو، سموه ويب لاي اوت او متصفح شنو، طريقة عرض شنو، عرض الويب. فدي واحدة من الطرق بتاعة العرض بتاعتي. الطريقة اللي بعدها اسمها طريقة العرض، عرض الاوتلاين. الاوتلاين اللي هي انا بسميها طريقة عرض العناوين الجانبية. عن طريق طريقة العرض دي أنا بقدر أتحكم في مستويات النص بتاعي. طبعا النص عنده مستويات، يعني ما بيكون حاجة بودي واحد كله، في نص بيكون عنوان رئيسي، في نص بيكون عنوان جانبي، في نص بيكون فقرة عادية. فأنا عن طريق الطريقة دي، طريقة العرض دي، أنا بقدر أتحكم في شنو، بقدر أتحكم في طرق العرض المختلفة، بقدر أتحكم في العناوين الجانبية بتاعتي، وبقدر أحول عنوان رئيسي لنص عادي أو أحول نص عادي لعنوان رئيسي حسب ما أنا شو، حسب ما أنا عاوز. عشان أطلع من طريقة العرض دي بختار من فوق Close Outline View. الطريقة الأخيرة لنا في طرق العرض اسمها الدرافت أو المسودة. طريقة العرض درافت بتسمح لي بتعديل النصوص في المستند. يعني شو تعديل النصوص في المستند؟ يعني اذا انا عندي اي كائنات تانية، اي صور، اي مخططات او كده، في طريقة العرض درافت الحاجة دي ما بتظهر لي، تظهر لي فقط شنو، النصوص. يعني الطريقة دي مهتمة بتعديل شنو، تعديل التكست او تعديل النصوص بتاعتي. انا لو طلعت من العرض ده ورجعت للبرينت لاي اوت، انا عندي صورة في الصفحة التانية اللي هي الصورة دي. لو انا جيت فتحت الدرافت، الصورة دي هلقاها مالها، غير موجودة، عشان الطريقة دي بتركز زي على طريقة شنو، على تعديل النصوص او التكست شنو، التكست بتاعي. نرجع لطريقة العرض print layout، لانه دي الطريقة اللي انا بختارها بستخدمها في شنو، في التعديل الخاص بالنصوص. الامر الثاني في الفيديو الخاص بينا ده هو عملية ادخال النصوص الى مستند. طبعا كلنا كناس بنستخدم أجهزة رقمية عموما، سواء كمبيوتر أو موبايل، ما عندنا إشكالية في استخدام الكيبورد لإدخال النصوص إلى شنو، إلى مستند. لكن أنا عشان أدخل نص في الوورد لابد أولا أحدد أنا وين عاوز أدخل النص ده. عشان كده أنا بتلاحظ معي عندي هنا شو، عندي هنا
مؤشر، المؤشر ده بيظهر ويختفي بيوم كده. المؤشر ده سموه مؤشر الإدراج أو الإنسيرت. أنا بضع المؤشر ده في المكان اللي أنا عاوزه، وبعد كده شو؟ بعد كده ببدأ أكتب النص اللي أنا عاوزه. طبعا بستخدم الكيبورد في شو؟ بستخدم الكيبورد في الكتابة. فمثلا لو أنا عاوز أدخل جملة أساسيات الحاسوب قبل قبل جملة استخدام المكتبات، يبقى لازم أخد الماوس بتاعي في بداية النص، وبعد كده هأبدأ شو؟ هأبدأ أختار اللغة المناسبة وأكتب النص اللي أنا شو؟ اللي أنا عاوزه. الحاسوب ممكن اعمل سبيس وبعد ذاك داش وسبيس ثاني. يبقى ده كده شنو؟ ده كده عملية كتابة شنو؟ كتابة النصوص. برضو انا عندي هنا فيما يلي قائمة بالمكتبات الاربع الافتراضية، ما عندي نقطة هنا، معناها في باقي في الجملة دي ما فيش. الباقي ده والاستخدامات المتعلقة بها، انظر في الجملة دي والاستخدامات المتعلقة بها. برضو حاضع الماوس في نهاية الفقرة، وبعد كده اكتب شنو؟ الجملة بتاعتي بشكل طبيعي. بعد كده طبعا باخد شنو؟ باخد النقطة عشان أختم الجملة بتاعتي. دي طريقة كتابة النصوص داخل شنو؟ داخل المستند. من الواضح جدا أو من الواجب جدا أنت بتكتب في نص أنك بتختار اللغة أولا، بعد كده بتضع المؤشر في المكان اللي أنت عاوز تكتب فيه، وبعد كده بتكتب النص بتاعك بشكل شنو؟ بشكل طبيعي. الأمر الأخير في الفيديو بتاعنا هو إدراج الرموز. الكيبورد ما بيوفر لي كل الحروف اللي أنا عاوزها، في مجموعة بتاعة حروف أنا قد ما ألقاها يعني، أو قد ما تتوفر في شنو؟ في الكيبورد، زي الرموز الخاصة المستخدمة في المجالات المختلفة. يعني في الهندسة مثلا عندنا حروف معينة، سيجما جاما بيتا، الحروف دي غير موجودة في شنو؟ غير موجودة في الكيبورد. عندنا مثلا في المنتجات مثلا بتلقى دايما علامة ار، ار دي معناها ريجستر مارك، العلامة دي ما بتكون موجودة. ففي رموز معينة احنا ما بنلقاها في شنو؟ في الكيبورد. فعاوزين نتعرف في الجزئية دي كيف ندخل على هذه شنو؟ هذه الرموز، وهي اصلا موجودة وين، وبتحصل عليها من وين؟ من داخل الويب. طيب الرمز اللي انا عاوزه، عاوز ادرجه بعد كلمة ويندوز اللي هي الكلمة دي، يبقى هاخد الماوس بعد شنو؟ بعد الكلمة. طيب الرموز موجودة في insert، في شريط الأدوات الخاص بانسيرت أو تاب الانسيرت تاب، وفي insert بعد كده بختار symbol أو رمز. symbol يعني شو؟ يعني رمز. هيفتح لي بعد شوية قائمة بشنو؟ بالرموز المختلفة. طيب أنا الرمز اللي أنا ببحث عنه هو شنو؟ هو اسمه registered أو R. يبقى طوالي قام نزل لنا شو؟ نزل لنا الرمز بتاعي بعد كلمة شنو؟ بعد كلمة ويندوز. طبعا ويندوز الكلمة من الشمال لليمين، فالرمز هيظهر على شو؟ على يمين أو في نهايته. فدي رموز غير متوفرة في شنو؟ غير متوفرة في الكيبورد. إذا أنا الرمز بتاعي ما لقيته في القائمة دي، يبقى همشي أختار شنو؟ مور سيمبل. هنا بلقى آلاف الرموز اللي أنا ممكن شنو؟ ممكن أستخدمها. دي اسمها إدراج الرمز. وكل اللي بعمله إن أنا بختار شنو؟ بختار المكان اللي أنا عاوز أدرج فيه الرمز، وبعد كده بمشي إنسيرت، من إنسيرت بختار سيمبل، وبعد كده من القائمة بختار الرمز اللي أنا عاوزه، أو بفتش مور سيمبلز إذا أنا ما لقيته في شنو؟ في القائمة الخارجية. ده كان الفيديو الأول في الفصل الثاني. نشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي المتعلق بتعديل النصوص. شكرا جزيلا.